محضر لنا اليوم سؤال؟ صراع الشهوة مع النفس والإيمان. طيب، يعني مع إنه في مواضيع أخرى ولكن خير إن شاء الله. لا مش مشكلة، نجيب على سؤالك إن شاء الله، وإنت بقى وقت نتكلم في أمور أخرى بإذن الله. يعني الأخ يسأل عن الصراع ما بين الشهوة وما غيرها من أمور. غيرها، نأخذ الشهوة. طيب. إن شاء الله. يعني اللي تابعنا إخواني في ديش أقول من زمان فقط في الأيام القريبة، يعني نتكلم فقط في الأيام القريبة، تكلمنا عن الجسد وتكلمنا عن النفس، قلنا إنه الإنسان يعني يتكون أو يتركب من مجموعة من المركبات، ومن ضمن هذه المركبات الجسد، ومن ضمنها النفس. وقلنا إنه هذا الجسد أصله شو هو؟ أصله ترابي، أصله ترابي. والنفس هي الوعي، هي أنت. يعني لما تسأل مين أنا، ما بتقول والله أنا الجسد اللي طولي كذا وعرضي كذا، لا، أنا النقطة النورانية اللي موجودة داخل هذا الجسد. أما الجسد اللي أنا عايش فيه فيتغير، يعني في كل لحظة من لحظات حياتك هذا الجسد شو بيصير فيه؟ يتغير. في إشي خلايا بتموت فيه، في خلايا شو بتحيا فيه، في شغلات بتكون عيانة بتشفى، في شغلات بتكون سليمة بتعطب، وهكذا. ولما ندخل الجنة هذا الجسد اللي انت كنت فيه في الدنيا اصلا سيتغير. الله سبحانه وتعالى سيعطيك جسد اخر يتلائم مع الجنة وما فيها من نعيم. يعني نعلم انه اجسادنا في الجنة ستكون بطول سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، يعني 70 ذراع. وبجمال ستبدأ، مش بقول بجمال، ستبدأ بجمال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ايش الذراع يا شيخ؟ يعني بدك تقول تقريبا 65-70 سنتي، هيك اقل من متر بقليل، ثلث ارباع المتر تقريبا. لما تقول 70 ذراع يعني بدك تقول تقريبا 45 متر. عمارة 45 متر هذا طول البني ادم. فنقول انه الاجساد تتغير، شو مالها الأجساد؟ تتغير. وحتى إنه أهل النار الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجساد ملائمة للعذاب، يعني جلدها سماكته عظيمة جدا. ليش؟ لأنه العذاب يبدأ بالإحساس من فين؟ من هذا الجلد. فيبدأ أو تبدأ النار بأكل الجلد قليلا قليلا ويتعذب حتى تنتهي منه، ثم بعد ذلك تأكل اللحم، ثم بعد ذلك تأكل العظم، ثم بعد التالي ذلك تأكل الأعضاء حتى تصل إلى قلب هذا الإنسان، وهكذا. المهم إنه الجسد شو ماله؟ الجسد هو شيء أنت تستخدمه يتناسب مع المكان أو الزمان اللي أنت موجود فيه. هذا الجسد إخوان، لو تكلمنا على هذا الجسد نسأل، هل لهذا الجسد وعي ولا لا؟ في له وعي ولا فيش له وعي؟ يعني نحتاج حتى نعلم شو معنى الشهوة واللذة واحتمالها والصبر عليها وغيرها من الأمور، نحتاج إنه نفهم أمرين ضروريين بخصوص الجسد. الشغلة الأولانية إنه هل الجسد له وعي ولا ما فيه له وعي؟ ونقول إنه الجسد له وعي، له وعي. شو منسميه علميا؟ الدماغ. يعني شايف هذه الجمجمة اللي موجودة هون شو في داخلها؟ في داخلها جهاز وعي، وحدة معالجة كبيرة عظيمة. شو اسمها؟ اسمها الدماغ، اللي هي مسؤولة عن ايش؟ عن كل جسمك، مسؤولة عن كل جسمك وتنظر ماذا يفعل. يعني اذا انت جبت دبوس صغير وقمت بأخذ يدك في منطقة ما او قدمك في منطقة ما، مين اللي بيشعر بالألم؟ وفين بتصير ردة الفعل؟ مباشرة بتروح إشارة من الخلية اللي تضررت، من فين تروح الإشارة؟ لفين؟ للدماغ. الدماغ يدرك هذا الأمر ويعطي أمر بإيش؟ بالتصرف. هلا إعطاء الأمر ما بدي أفصله
كثيرا يعني لقدام شوي بفصله اكثر، ولكن يعني الدماغ شماله وحدة معالجة هي التي تدرك، فالجسد في له دماغ. طيب لما نيجي للنفس، هل النفس لها وعي وعقل؟ قول طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني في عندها ميزان، من هذا الميزان بتعرف الفجور وبتعرف التقوى، وهذا شو بنقول عنه؟ هذا عقل. فالإنسان كإنسان فيه له عقلين، شو فيه له؟ عقلين، عقل الجسد وعقل إيش؟ عقل النفس، عقل الجسد وعقل النفس. هلا نأتي لموضوع آخر، يعني تكلمنا عن العقل بعدين بنجمل إن شاء الله الأمور بعضها مع بعض. الشعور بالألم، من الذي يشعر بالألم؟ يعني لما أنا أجي أقوم بوخزك بالدبوس، مين اللي شعر بالألم؟ أقول الشعور، يعني خلينا نقول أغير الكلمة، بديش أقول شعور اللي إحنا متداول بيناتنا، سأستخدم كلمة جاءت في القرآن الكريم، تذوق الألم، تذوق الألم. من الذي تذوق الألم؟ الجسد أم النفس؟ تذوق الألم، مين اللي تذوقها؟ الجسد ولا النفس؟ الجسد. طيب خلينا نجي نشوف ونعطي أمثلة وبعدين نشوف إذا كانت إجابتك صحيحة ولا لا. قلنا إنه الجسد، شوف في عنا الإنسان فيه له جسد ونفس، والنفس موجودة داخل الجسد وحدتين مع بعضهم. هلا وإنت واعي صاحي، يعني الجسد مع النفس مع بعضيهم، بتشعر بالألم وخزة الدبوس. طيب لما نقول إنسان موجود في مستشفى مريض، وجبنا المخدر هذا اللي بحطوه التخدير وأعطيناه تخدير، شو سوينا فيه؟ نيمناه. بنعرف شرعا لما ينام الإنسان شو بصير فيه؟ بتنفك النفس عن الجسد. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني النفس طلعت، الجسد شو ماله؟ على الطاولة. عايش ولا مش عايش الجسد؟ عايش، يعني بس شو ماله؟ نايم إجباريا، يعني أنا منيمه إجباريا. هل أجيب الدبوس وأوخذ هذا البني آدم؟ ليش أجيب دبوس؟ بدي أجيب سكينة مشرط، شو أسوي؟ أفتح بطنه من فوق لتحت، قول أي، قولش أي، معناه فين تذوق الألم؟ هل تذوق الألم؟ ما تذوق الألم، لأنه النفس شمالها طلعت. فمن الذي يتذوق الألم؟ النفس. أو دعنا نقول إنه النفس هي التي تتذوق الألم اللي بيجي من الجسد، فالجسد يعطي إشارة للنفس إنه في إشي غلط، فهي التي تتذوق الألم. يعني مقصد آخر، إنسان قدامي، واقف قدامي، شو سويت؟ حملت هالخزراني الخشبة، شو بديت؟ أخبط على الطاولة مش عليه. إذا كان هذا البني آدم جبان ونفسه ضعيفة وأنا بخبط على الطاولة، شو بكون عماله؟ بتألم. أو أقول إشي تاني، بني آدم واقف قدام سيارته شريها من الأجنس، أنا ربطته وقفته قدام السيارة، شو جبت؟ جبت برغي، وبديت أشحط سيارته قدام عينه، شو بصير فيه؟ بتألم ولا بتألمش؟ بتألم، مع إنه أنا مش ماسك جسده، شو عمالي بشحط بالسيارة اللي هي بعيدة عنه، ولكن شعر بإيش؟ بالألم. مين اللي شعر بالألم؟ جسده ولا نفسه؟ النفس. فمعناه اللي نوصله إنه الذي يتجرع الألم أو يتذوقها هو النفس، يتذوقها هو النفس. وبالتالي النفس تعطي أمر، النفس مالها؟ تعطي أمر للجسد إنه افعل كذا أو لا تفعل كذا. يعني على سبيل المثال، يعني أجت جنود الاحتلال قامت بإلقاء قنبلة، اثنين واقفين، واحد مباشرة شو سوى؟ قال يا فكيك، عمل حاله وتم هارب. الثاني شو سوى؟ تموا في مكانه. بالعكس
تقدم من هذه القنبلة وحملها، وهو شو سوى؟ رماها عليهم. شو الفرق بين هذا وهذا؟ واحد نفسه ضعيفة والتاني مالها نفسه قوية. فليس الجسد هو الذي يتجرأ أو يذوق الألم. مين اللي بتجرأ أو يذوق الألم؟ النفس هي التي تتجرأ أو تذوق الألم. هلا نأتي عشان نفهم النفس البشرية أكثر، نعطي أمثلة. نسأل السؤال الثاني، الجوع. الجوع لما أنت تجوع، لما يجوع الإنسان؟ ليش أنت بتجوع؟ شو السبب تبع الجوع؟ إنك أنت بحاجة إيش؟ بحاجة الطعام. إنك بحاجة الطعام. طيب فالجوع هي إشارة أنك بحاجة الطعام. ولكن لما أقول أنك بحاجة الطعام، أنا شو في عندي؟ في عندي جسد وشو في عندي؟ نفس. في عندي جسد وفي عندي نفس. فنسأل، من الذي يحتاج الطعام؟ الجسد أم النفس؟ النفس. النفس نقطة نورانية. الطعام للجسد. جسد. الله يجزيك الخير. النفس نقطة نورانية لا تحتاج الطعام. يعني لو خليتها في ظهر أبوك، أو هي كانت موجودة في ظهر سيدنا آدم وانتقلت من جيل لجيل، لو وصلت لها عمرها ما تناولت الطعام. نقطة نورانية، نقطة نورانية لا تحتاج الطعام. مين اللي بيحتاج الطعام؟ جسد. جسدك حتى انه يقوم بعملياته شو بده؟ بده طعام. فمن الذي يحتاج الطعام؟ معناه الجوع حاجة لمين؟ حاجة للجسد. بس انت ليش بتجوع؟ قلنا انه مش الجسد هو اللي بيشعر. مين اللي بيشعر؟ النفس. طيب ليش النفس شعرت بالجوع؟ ليش النفس شعرت بالجوع؟ لانه الجسد احتاج الطعام. الجسد احتاج الطعام، فارسل نبضة ألم. نبضة ألم من منطقة المعدة لفين؟ للنفس. أرسل نبضة ألم للنفس. فمين اللي خلق شعور الجوع ومين اللي ذاقه؟ اللي خلق شعور الجوع الجسد. اللي سواه هنا، اللي صنعه الجسد، هو الذي صنع شعور الجوع. ومين اللي ذاقه؟ النفس. ليه؟ لأنه الجسد لوحده لا يستطيع أن يتصرف. الجسد لوحده لا يستطيع أن يتصرف. شو بحاجة؟ بحاجة أمر من مين؟ من النفس. يعني إذا احنا جينا للأولويات، شو منلاقي؟ منلاقي قلنا أنه في وعي عقل للجسد، شو في عقل لمين؟ للنفس. إلا أنه عقل الجسد شو ماله؟ يأتي تحت إمرة عقل إيش؟ النفس. فمثلا احنا الان موجودين فين؟ في رمضان. طيب الجسد اخواني في رمضان لما يحتاج الطعام بده امر من مين؟ من النفس. هل تسمح النفس للجسد بتناول الطعام؟ ما بتسمح له، ما بتعطي الامر، لانه النفس بتقول له انا في عندي فجور تقوى، ومن تقواي ومن خوفي من الله سبحانه وتعالى سأمنع إمدادك بإيش؟ بالطعام. فالأمر يأتي من النفس. لذلك الجسد يقوم بإرسال نبضة، نبضة ألم، نسميها نبضة ألم لا النفس، حتى تقوم النفس بإعطاء أمل إيش؟ للجسد أنه يتناول الطعام. فإنت لما تشعر بالجوع شو بتعمل حالك؟ بتعمل حالك على الثلاجة أو على المطعم أو على البيت، ويا مرة شو سوي لي؟ سوي لي أكل. فمين اللي أعطى الأمر هون؟ النفس. ومين اللي طلب الطعام؟ الجسد. اللي طلب الطعام مين؟ الجسد. فالمشاعر بنقول عنها المشاعر، المشاعر اللي أنت بتشعرها في ألم أو في حاجة تأتي من الجسد. وهذا الأمر إخواني يعني ينطبق على باقي الأمور. يعني العطش نفس الشيء، الجوع، العطش نفس الشيء، حاجتك لا انك تأتي زوجتك نفس الشيء، نفس الشيء. كل الامور هاي تسميها مشاعر. نفس المعاملة، نفس المعاملة. يعني يرسل الجسد نبضة نسميها نبضة ألم لمين؟ لا النفس، حتى تقوم بهذا الأمر. هلا نيجي للجسد. الجسد الله سبحانه وتعالى خلق فيه
وغرز فيه، خلق فيه وغرز فيه. شو يعني غرز فيه؟ شو معنات غرزة؟ ثم يعني انت دخلتها وشبكتها، اشي من الصعب جدا، من المستحيل انك انت تفكها عنها. غرز فيه شو بنسميها؟ غرائز. غرز فيه غرائز. فما هي الغرائز؟ الغرائز هي امور متصلة بالجسد، امور متصلة بالجسد لا تنفك عنه. فنسأل ما هي غرائز الانسان اللي موجودة فيه وما من المستحيل انك تفكه عنها او تفكها عنه؟ شو هي؟ في غريزتين. شو بنسميهم؟ بنسميهم البقاء. شو بنسميهم؟ الاستمرار. هدول البقاء والاستمرار مغروزين فيك غرز مستحيل ينفكوا عنها. البقاء انك انت تتمك عايش، خلاص معناتها لو وضع فيك هاي الغريزة الربانية انك انه جسدك شو بده؟ بده يستمر في الوجود، بده ايش؟ يستمر في الوجود، يستمر في الحياة، يتم عايش. ومش بس بده يتم عايش، بده يبحث عن طريقة انه هو شو يسوي؟ يستمر بعد الموت. شو يعني؟ يتكاثر. غريزة الاستمرار، البقاء والاستمرار، انه هو يتكاثر وينجب شخص يشبهه في صفاته الجسدية حتى يبقى بعد موته. هدول غريزتين عند البني آدم. غريزة البقاء، الجوع تندرج تحت ايش؟ غريزة البقاء، مظبوط ولا لا؟ لانه اذا انت ما تناولتش الطعام ما راح تقدر تبقى. الشراب نفس الاشي. طيب الشهوة للنساء بتندرج تحت ايش؟ الاستمرار، مش البقاء، الاستمرار. يعني جزء اخر مغروز فيك انك انت تكون موجود فيه. هاي الغرائز بنسميها غرائز جسدية. لمين؟ للجسد. طيب النفس شو بدها تسوي؟ اما انها تسمح او تمنع اعطاء هاي الغرائز انها تكون او لا تكون. فمثلا على سبيل المثال من غرائز البقاء انه انت على سبيل المثال يكون في لك عمل او تتحصل على المال. تحصلك على المال او حب المال، حب المال هو جزء من ايش؟ من غريزة البقاء. حب المال جزء من غريزة البقاء. ليه؟ لانه المال شو بيضمن لك؟ بيضمن لك انك تشتري طعام، تشتري شراب، تشتري امن حواليك، تحافظ على حياتك. فحب المال جزء من الغرائز اللي موجودة عند الانسان اللي بتضمن له البقاء. هذا المال لما انت بدك تجيب مال، جسدك بتفرق عنده انه يكون حلال ولا حرام؟ ما بتفرق عنده. يعني على سبيل المثال لما نيجي للغابة، نتطلع على الحيوانات اللي موجودة في الغابة، ما بتيجي لما تلاقي طعام تسأل والله هذا الطعام حلال ولا حرام؟ إذا لقى الطعام شو بتسوي؟ مباشرة تتناول هذا الطعام. ليه؟ لأنه في عندها غريزة، يعني غريزة البقاء والاستمرار اللي موجودة عندنا موجودة عند مين كمان؟ موجودة عند كل الدواب والحيوانات نفس الشيء. عشان هيك الجسد ما بتفرق عنده إذا كان تحقيق الغرائز بحلال أو حرام. لما نيجي للغابة ونشوف نتطلع على الدواب، هذا الدابة بدها تتكاثر، شو بتسوي؟ بتدور على أفضل طريقة إنه هي تتكاثر فيها. ما بتفرق عندها والله إنها هذا الإشي يجوز أو لا يجوز، فيش عندها هاي القوانين. أما إحنا عنا شو فيه؟ في إنك بدك تقول احنا بننظمها، بنقول نكاح، شو بنقول؟ زنا، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. عندنا قواعد. هاي القواعد من فين بتيجي؟ من النفس. هاي القواعد تيجي من النفس. عشان هيك الصراع دائما اللي موجود، الصراع الموجود داخل الانسان من فين بيجي؟ تيجي من المشاعر الموجودة في جسده واللي اصلها البقاء والاستمرار، ويقابلها ايش؟ النفس، انه هي ما بتقبلها بتكون حرام او بترفضها انها تكون حرام، ما بتقبلها انها تكون ايش؟ حلال. هذا بصير التصادم اللي موجود بين هدول الشغلتين. فبدك تقيس باقي الشغلات كلها على نفس الشيء، انه هاي علاقة تفاعلية ما بين الجسد وما بين النفس. الجسد بده يتحصل على حاجاتهم للبقاء والاستمرار، النفس بدها تنظم له اياها بحسب
القواعد والقوانين اللي بنسميها الشريعة اللي انت ماشي عليها بين حلال وبين حرام، واللي علمنا اياه سبحانه وتعالى بكلمتين، بين فجور وبين ايش؟ تقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. هذه هي يعني الخلاصة اللي موجودة. طبعا اخواني يعني علم النفس، علم النفس كله اللي بدرس علم نفس كله قائم على ايش؟ على هذا المبدا. يعني كل الشغلات الثانيه اللي تعلموها شو بتيجي؟ بتيجي من هون. يعني ليش الواحد بيكذب؟ ليش الواحد بيتصرف كذا؟ فبترجع كلها بيرجعوها لفين؟ للاصل اللي احنا تكلمنا عليه، عشان يفهم الانسان كيف عماله بيفعل، كيف عماله بيتصرف، من فين اجى فعله، من فين اجى تصرفه، فعليه تبنى باقي الامور.